مقبرة المسيح في محافظة النجف، فليس على النجف أن تكون مدينة المقابر التاريخية بعد أن احتلت وبجدارة الترتيب رقم 1 كونها مقبرة عالمية متلونة تضم قبور فرثية ومسيحية وإسلامية تعود إلى آلاف السنين. يقدر مساحة هذه المقبرة ب 1416 دونم. إن التنقيبات التي أجريت ولا زالت حول المقابر تؤكد أن النجف الأشرف تحوي أكبر مقبرة مسيحية في العراق، وهي تقدر مساحتها ب 1416 دونم، تسمى منطقة أم خشم. وهذه المقبرة لها امتداد واسع من محافظة النجف إلى المناظرة وصولا إلى منطقة الأحصية على طريق نجف غماس. إن القبور المكتشفة في موقع أم خشم هي 5 أنواع. أولا القبور المغطاة بالجرار الفخارية، إذ يختلف عددها عن قبور من قبر إلى قبر آخر، وأقل عدد هو 6 جرار فيها 6 موتى. أما النوع الثاني مغطاة بنوع من الحجر، والنوع الثالث هو القبور مغطاة بطبقة من الطين، والنوع الرابع مغطاة بطبقة من الفرثي. أما النوع الخامس وهي قبور نادرة الوجود، عبارة عن تابوت فخاري على شكل جملوني، ومن هذا النوع أيضا تابوت فخاري جملوني صغير لدفن الأطفال بقياس على كل شخص صغير. أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم حلقة جديدة. حلقتنا لهذا اليوم بخصوص أكبر مقبرة بالشرق الأوسط، وهي مقبرة المسيح في محافظة النجف الأشرف اللي هي موجودة بقرية أم خشم. راح نتجول بهاي المقبرة ونحكي لكم عن تفاصيل وطريقة الدفن اللي صارت بهاي المنطقة، منطقة أم خشم، ولمن هاي ترجع هاي القبور. تعالوا ويانا راح نتجول ببقية المنطقة ونراويكم القبور اللي تم حفرها من قبل المسيح ودفن المسيحيين وباقي الطوائف بهاي المنطقة. هذا واحد من القبور اللي تم دفن المسيحيين أو باقي الطوائف اللي موجودة بذاك العصر، تم دفنهم في هذه المقبرة. طبعا المقبرة تعود إلى القرن 4 الميلادي، بعد ما سكن هاي المنطقة هو النعمان ابن المنذر الملقب بالسائح الأعور. من خلال عمليات التنقيب في مقبرة المسيح في قرية أم خشم، تم العثور على قناني زجاجية تختلف لحفظ العطور، وتختلف أنواعها من حيث صنعها، ففيها أنواع نادرة وبعضها كؤوس، إذ تشتهر الحيرة بصناعة الزجاج في تلك الفترة، وتنفرد بهذه الصناعة. وتختلف اللقى الأثرية في القبور من ميت إلى آخر حسب منزلة الميت الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن مهنته. فاللقى المكتشفة في القبر تدل على أن الميت رجلا أو امرأة كان في داخل القبر. هذا واحد من القبور اللي تم دفن به على شكل جملون. هذا القبر هسه على شكل جملون تم دفن به الميت، ويخلون عليه هذا الحجر، وهذا اللي على شكل فرشي ومفخور من الطين يغطون به الأموات اللي دفنوهم داخل هذا القبر.
أعزائي المتابعين، قبل شوية قلت لكم طريقة الدفن تكون أما على شكل صندوق من الحجر أو من الطين أو من الفخار اللي يخلون به الميت ويدفنونه داخل هذا القبر. هسه راح نراويكم هاي من اللي يسوونها ويدفنون بها الميت على شكل تابوت أو صندوق من الحجر أو من الفخار ويدفنون به الميت ويخلونه داخل هذا القبر. هذه هسه اللي بعد ما يحفرون به ويطلعون اللي موجود داخل هذه القبور، دابين هذا الحجر اللي يكسرونه ويطلعون اللي مقتنيات أو المسكوكات الذهبية أو الغراض مال الميت اللي خاصة بالميت اللي يخلونها ويا داخل القبر، داخل هذه القبور وداخل المقبرة، ويطلعون اللي موجود داخل هذه القبور. هسه ها شوف أيضا هذا ما سماع عندنا مسحاف الشي، حتى طلع لكم هاي القطعة مال الحجر اللي هاي هي تعتبر من خصوصيات المدفون داخل هذا. تعال خلينا نجول بعد نشوف اللي موجود داخل هذه. منطقة تمتد إلى مساحات واسعة جدا. هذا هسه هذا واحد من القبور اللي يتم، هاي الفخار مالته يعني بعد ما تم حفره ونبشه وطلعوا اللي موجود داخل هذه القبور. هذا هو الفخار او الحجر اللي على شكل فرشي يخلون به الميت داخل هذا القبر. مثل ما قلت لكم كل القبور نفس طريقة الدفن ونفس الترتيب. هذني ايضا من ضمن قبور اللي يسوونهن من الحجر. هسه هذا القبر او القبق مالته او الغطاء مالته من الحجر، وهاي ايضا الفخارية اللي هي على شكل شربة او بستوقة اللي يسوون بها القبر مال الميت داخل هذا اللحد. تعال راح نجول ونراويكم بقية الحجر اللي موجود. شوف تعال شوف هسه هذا اللي هو على شكل فرشية من ضمن اللي موجود، نخليها مكان. تعال شوف هذا باقي، هذا تعال خلنا هذين اللي يخلون عليه قبر الميت. هذين ايضا هاي المقبرة كلها نفس هذا الترتيب. هذا هو الفرشي اللي يخلونه على قبر الميت ويغلقون القبر به. هذا المياهن هاي المقبرة كلها نفس الترتيب. تعال شوف هسه هذا القبر الحافظي الاخر ايضا. كل القبور اللي موجودة نفس الترتيب. تعال شوف هسه هذا ايضا، هذا اللي موجود هسه. تعال خلينا نشوف هذا، يعني هذا القبر اللي مخلينه ذني مالاته او اللي يخلونه عليه ذني، اللي يخلونه عليه غطاء فما يذبون عليه تراب راسا، يخلون له على شكل جملون او على شكل حجر او فخاري من الفخار ويخلون به الميت ويدفنونه داخل هذه في القبر. كل القبور هاي نفس الترتيب هسه بعد ما جروا عليها التنقيب النبش وطلعوا شكو موجود داخل هذه القبور. من خلال اللقى المكتشفة في القبر يتم معرفة أن الميت رجلا أو امرأة من خلال الحلي وأنواعها، وأغلب المكتشفات هي القناني الزجاجية والقلائد المصنوعة من خرز العقيق وجرار فخارية صغيرة الحجم وكبيرة، وأيضا أختام عليها رسوم حيوانية وآواني عليها كتابات قديمة، وإن أغلب الجرار عليها علامات الصليب، وهذا دليل على اعتناقهم الديانة المسيحية وبعض المكتشفات
عليها كتابات يهودية. حتى بعد الفترة الإسلامية بقيت هناك مناطق مسيحية ومناطق يهودية، وهذا يدل على التعايش السلمي الديني الذي يقودنا إلى اهتمام علماء الآثار الغربيين. بموقع الحيرة منذ عام 1932 إذ نقبت أول بعثة ألمانية، الموقع الأثري. وكما أن القبور المكتشفة في بحر النجف والمناذرة متشابهة وتعتبر منطقة الدكاكين أو عين الشايع كما يسمحونها في منخفض بحر النجف، أقدم منطقة وتعود إلى فترة الساسانيين، أي إلى ما يقارب 2000 سنة، وحول كيفية دفن الموتى ومواد الدفن. طبعا لقدسية هذه المنطقة لدى المسيحيين، تم دفن أكثر المسيحيين أو كل المسيحيين في هذه المنطقة، لأنه تعتبر هذه مقدسة عندهم لمختلف الديانات اللي حدثت أو طرأت على هذه المنطقة. هسه احنا أمام واحد من القبر، راح أراويكم قسم من بعد ما تم نبش هذا القبر طلعوا الفخاريات اللي موجودة. هسه هاي قطعة من الفخاريات، هو هاي على شكل فخارية ملونة باللون الأزرق، هاي اللي يخلون بيها على طول الميت، يخلون بيه الميت ويدفنونه بهذا المكان، بالإضافة إلى وجود هسه هاي قسم من الفخاريات اللي موجودة على قبر هذا الميت المدفون داخل هذه المقبرة. المقبرة كبيرة جدا وواسعة أكثر مما تصورون، مساحتها حوالي 3,540,000 متر مربع. هاي المنطقة هو نهر الفرات. تختلف المواد المستخدمة وشكل القبر في الدفن، وأغلب القبور تعود إلى الفترة الفرثية التي تحوي توابيت فخارية كبيرة، إذ يكون القبر جملوني الحجم، بينما القبور الساسانية تكون على شكل جرار فخارية متعددة، وأقل قبر يحتوي 6 جرار، أي 6 موتى يتم دفنهم داخل القبر الواحد. وأهمية التنوع في الدفن تؤكد أن التنوع في الدفن في منطقة أم خشم أكثر تنوع الدفن في مقبرة المناذرة، لوجود تعاقب في الدفن في منطقة أم خشم، فالدفن يكون فرشي ساساني، أما في المناذرة فيعود للفترة الساسانية. وسبب أهمية منطقة أم خشم الآثارية لكونها تقع على ضفاف نهر الفرات، فالمناطق القريبة من الأنهار الأكثر دفنا لقدسيتها، تابعة حسب اعتقادهم الديني أنذاك. كما أن العلامات الموجودة على الجرار تختلف، فبعضها موجود عليها علامات الصليب، والبعض الآخر يكون الصليب معقوفا، فضلا عن وجود حروف مختلفة. ويعتقد الباحثون أن سبب اختلاف العلامات والحروف على القبور هو رمز العائلة التي ينتمي إليها الميت المدفون في هذا القبر. وأيضا أشار إلى مستوى حفر القبور، إن مستوى الحفر في أم خشم يختلف عن باقي المقابر. عن مقبرة المسيح تختلف بطريقة الدفن عن مقبرة وادي السلام. وادي السلام يكون الدفن أما بحفر القبر أو يخلونه أو يدفنونه داخل سردام، بينما هنا الدفن يختلف عن ذيك، يكون مثل ما حكيت لكم قبل شوية، يكون طريقة الدفن أما على شكل جملون أو على قبر صخري أو فخاري أو من الطين، يحطون الميت به ويدفنونه داخل هذا القبر وبعدها يبنون عليه التراب. وأيضا الدفن يكون باتجاه مسجد الأقصى. المقبرة كبيرة جدا وواسعة، ما نقدر نتجول بها كل المقبرة، أخذنا لكم هسه جزء من عندها وراح ننزل إلى داخل المقبرة ونراويكم بقية القبور اللي موجودة هاي المقبرة. يتراوح عمق القبر من 115 سنتيم إلى 150 سنتيم، أي يصل إلى 1.5 متر. وقد عثرت بعثة يابانية في عين شاي على أنواع من القبور، ويبدو أن القبور في بحر النجف
والمناذرة وأم خشم والإحصية هي للدفن، أما الحيرة القديمة فهي للسكن وممارسة العبادات. مقبرة تضم ملايين من القبور تم دفنهم هذه المنطقة، المنطقة كبيرة جدا وتحتاج إلى رعاية وحماية من قبل آثار مدينة النجف، لأن هذه المنطقة تعرضت إلى السلب والنهب من قبل قطاع الطرق وناس مختصين قاموا بحفر هذه القبور ونهب ما داخل هذه القبور ويقومون ببيعها وتهريبها إلى خارج العراق. فيجب المحافظة على هذه القبور، تعتبر من هذه من أهم آثار وحضارة بلاد وادي الرافدين اللي موجودة، مقبرة المسيح اللي موجودة محافظة النجف الأشرف، منطقة أم خشم اللي تبعد عن أبو صخير ما يقارب 15 أو 10 كيلوات. أعزائي المتابعين، وصلنا إلى قبر آخر، راح نراويكم الفخارية هاي اللي موجودة اللي يخلونها على غطاء أو على قبر الميت ويخلون بها المقتنيات مالته الشخصية سواء الذهب والمسكوكات وغيرها اللي يخلونها بهاي القبور بعد الدفن. هاي تعتبر من أهم الفخاريات اللي يخلونها على قبر الميت اللي يدفنونه بهاي المنطقة أو منطقة أم خشم أو مقبرة المسيح، اللي تعتبر من أهم وأكبر مقبرة بالشرق الأوسط اللي موجودة محافظة النجف الأشرف. أعزائي المتابعين، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من مقبرة المسيح في محافظة النجف الأشرف. انتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله، ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد من الفيديوهات، ودعما لنا هو خلوا لايك واشتراك للقناة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.